قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم في شمال العراق مع مجموعة عمال بيبحثوا عن الآثار في كل حتة بمساعدة الكاهن ميرين. بعد شوية بيشوف تمثال صغير جدا في الكهف على شكل تنين، وشكله بيكون مرعب بالنسبة له، فبيروح عشان يسلمه لباقي المجموعة وبيسجله في المذكرة. بعدين بيحس ان جسمه مش مظبوط لحد لما بيرجع تاني على المكان اللي شاف فيه الحجر وبيشوف قدامه تمثال شكله غريب ومرعب. بيعرف ان فيه سر ورا الحجر ده اللي معاه، وهنعرف قصته كمان شوية لحد لما بيروح على مدينة واشنطن. وهنا بنتعرف على كريس الممثلة المشهورة اللي بتسمع صوت غريب جاي من الصالة، فبتروح عشان تعرف مصدره. بتدخل على اوضه بنتها لارا عشان تطمن عليها، وبتشوف الازاز بيكون مفتوح على الاخر فبتقفله على طول. وتاني يوم بتطلب كريس من الشغالين في البيت ان هم يحطوا مصايد الفران في كل حته عشان الازاز بيتفتح لوحده. بتروح كريس على الشغل بتاعها، وبنعرف ان هي مشهوره جدا وسط الناس في الشارع لحد لما بتخلص دورها. وبعدها بنتعرف على جون اللي بيكون متخصص في عالم الارواح، لكنه بيعتني بام المريضه اللي عايشه لوحدها. بيحاول ان هو يوديها على اي دار رعايه، لكنها بترفض ان هي تقعد في اي مكان من دول. وبالليل جون بيسيب لها فلوس عشان يخرج من البيت. وهنا لارا بتكون مع امها في الكوب وبتسألها عن اللعبة بتاعت ويجا، فبتعرفها ان هي كانت بتلعب بيها من شوية. وقبل ما كريس تتحرك من مكانها بتشوف اللعبة بتتحرك لوحدها، فبتعرف ان ده هزار من بنتها، لكنها ما تعرفش ان ده حقيقي. فبتعرفها ان النكيب هاودي هو اللي بيلعب معاها، فمش بتركز مع كلامها وبتطلعها على الاوضه عشان تنام شويه. هنا بتسالها عن الهديه بتاعت عيد ميلادها اللي عاوزاها، فبتطلب ان هي تروح معاها على السينما وتشوف فيلمها الجديد. وبالليل بيقعد جون مع صاحبه في البار عشان يتكلم معاه، وبيعرفه ان هو تعبان جدا في الشغل ولازم يفضل مع امه اطول وقت ممكن لانها تعبانه. وتاني يوم كريس بتكون متعصبه جدا على طليقها لانه ما افتكرش عيد ميلاد بنته، وبتكون لارا سامعه كل حاجه من بعيد وبتكون زعلانه. بالليل بتصحى كريس على صوت تاني من الصالة، فبتاخد شمعة عشان تعرف المصدر بتاعه. وفي الوقت ده النار بتزيد لوحدها، وفجأة بتشوف الطباخ قدامها وبيعرفها ان مفيش اي فران في المكان. وتاني يوم بتروح كريس مع بنتها على الكشف الطبي، وبتبدأ ان هي تشوف خيالات مرعبة جدا في بالها. بعد شوية بتبدأ تسمع صوت مضايقها، والدكتور بيعرف كريس ان لارا بتعاني من شوية مشاكل عصبية وهيكتب لها علاج عشان تخف منه، وان الحالة النفسية دي ممكن تكون بسبب انفصالها عن جوزها، ولو الحالة ما اتحسنتش اكتر من كده لازم يروحوا على دكتور نفسي. وفي الوقت ده جون بيكون مع امه في دار المسنين، وبيعرف ان حالتها بتكون اسوأ من الاول، لكنه للاسف معهوش فلوس ان هو ينقلها لمكان احسن من هنا. وبالليل كريس بتكون عاملة حفلة في البيت بتاعها، لكن بتصحى لارا من النوم وبتنزل عشان تتكلم معاهم، وبيكون شكلها غريب جدا. فبيتعرفهم ان كل اللي موجود النهارده هيموت بسرعة، لحد لما بتعمل حمام على نفسها وكريس بترجعها تاني على الأوضة بتاعتها. بتحاول تنيمها مرة تانية، وبتعرفها ان هي هتكون كويسة جدا مع العلاج بتاعها في أقرب وقت ممكن. وبعد شوية بتخرج من الأوضة وبتسمع بنتها عمالة تصرخ، لحد لما بتشوف سريرها بيتحرك لوحده بكل قوة، ويكن في كيان شرير هو اللي بيحرك. وجون بتكون حالته وحشه جدا بسبب والدته، وبيبدا يشوف خيالات غريبه جدا ليها ومرعبه ومش فاهم منها اي حاجه. وتاني يوم بتروح كريس على المستشفى، والدكتور بيعرفها ان لارا بتعاني من مشاكل في مخها بتجيب لها تشنجات وهلوسه. بتعرفه ان هي شافت السرير بيتحرك قدامها، فبيعرفها ان كل دي تهيؤات فمش بتقتنع بكلامه. وفي البيت بتكلم الدكتور مره تانيه لان لارا بتكون تعبانه جدا، وبيلاقوها عماله تتحرك بكل قوه على السرير وشكل عينها بيتغير لوحده. ولما بيقرب الدكتور عشان يهديها بتضربه هنا بالقلم، وبتتكلم بصوت شيطاني وبتعرفها ان البنت دي بقت ملكهم. والدكاتره بيحاولوا ان هما يكتفوها عشان يدولها المهدئ، وكريس بتسال عن الحاله بتاعت بنتها لان ده مستحيل يكون مرض طبيعي، والدكاتره بتكون خايفه جدا. وهنا بيبرروا اللي حصل ان الحالات دي اللي زي دي ممكن يحصل لها قوه خارقه، وان هم هيعملوا اشعه جديده تاني عشان يطمنوا عليها. وفي الوقت ده بيعرفوا ان الاشعه بتكون كويسه جدا، فبيعرضوا عليها ان هي تروح لدكتور نفسي لان ده اخر امل ليها. بترجع تاني كريس على البيت، لكن النور بيقطع عليها وبيظهر شبح مخيف من وراها، لكنها مش بتشوفه وبتروح على الاوضه عشان بتطمن على بنتها. وهنا بتعرف ان الشباك برضو بيكون مفتوح، لحد لما بيوصل واحد من الفريق بتاعها وبيعرفها ان صاحبهم مايكل مات امبارح وشافوا الجثه تحت أوضة بنتها. في الوقت ده لارا بتنزل على السلم بطريقة مرعبة جدا، وبتفضل تنزف من بقها دم كتير.
وتاني يوم الدكتور النفسي بيعرف ان حالة لارا بتكون وحشة جدا، وبتعرفهم ان في حد بيكون عايش معاها ومتحكم في كل تصرفاتها. بعدين شكلها بيتحول لكيان مرعب جدا، وبتهجم على الدكتور عشان تقتله، لكنهم بيكتفوها مرة تانية ومحدش فاهم اللي بيحصل معاها. وتاني يوم بيتكلم جون مع المحقق عن موت مايكل، وبيعرفوا ان هما شاكين ان هو ممكن يكون مات بالسحر. بنعرف ان هو مات بطريقة غريبة جدا، وان راسه كانت ملفوفة 360 درجة، وبيلاقوا الجثة قريبة من البيت بتاع كريس الممثلة. وبنرجع تاني مع لارا اللي بتكون حالتها اسوأ من الاول بكتير، والدكاترة كلها مش عارفة ايه اللي عندها، لحد لما واحد بيقترح عليها ان هي تروح على الكنيسة. وبيروح المحقق على بيت كريس عشان يتكلم معاها، وبيعرفها ان مايكل مات بطريقة بشعة جدا، وان هو شاكك في بنتها ان هي تكون السبب في موته. بعد شوية بتسمع صوت بنتها وهي بتصرخ، وبتشوف كل حاجة في الأوضة طايرة قدامها، ولارا بتفضل تعور في نفسها. وهنا بتقفل الباب عليها عشان تموتها، وبتلف رقبتها بشكل مرعب جدا. فبتروح كريس على جون عشان تطلب منه المساعدة. في الأول بيعرفها ان مفيش حاجة اسمها أرواح، لحد لما بيروح على البيت بتاعها وبيشوف لارا بيكون شكلها مرعب. وهنا جون بيحاول ان هو يتكلم معاها، فبيعرف ان الكيان هو اللي بيرد عليه، وبيستفزه بسيرة والدته اللي ماتت. بتطلع حاجات مقرفة من بقها على جون، لحد لما بيعرف كريس ان هما لازم يطلبوا المساعدة من الكنيسة، لكنهم الاول لازم يصوروا اي دليل على اللي بيقولوه، وساعتها يطلبوا اي كاهن يطرد الروح منها. وقبل ما يخرج من البيت بيسأل كريس هل لارا كانت تعرف ان امه ميتة ولا لا، فبتعرفه ان هي اصلا ما تعرفش ان امه ماتت. والمحقق بيفضل مراقب البيت بتاع كريس طول الوقت، لانه شاكك في بنتها، وبيبدأ جون ان هو يسجل كل الجلسات مع لارا. بيجرب جون ان هو يعمل جلسه طرد الارواح عليها، وبيعرفها ان الميه اللي معاه بتكون مقدسه، فبتفضل تصرخ من الوجع. بعدين بينزل على الصاله عشان يتكلم مع كريس، وبيعرفها ان الميه دي ما كانتش مقدسه ولا حاجه، وان لارا كده بتمثل عليهم، فبتشك ان بنتها هي اللي موتت مايكل ورمته من الشباك. وبيرجع هنا على البيت بتاعه، بيعرف ان هو مش قادر يوصل لحل ليها، وان هو بيكلم كريس مره ثانيه. في الوقت ده بيشوف كلمه ساعدني على بطن لارا، فبيقرر ان هو يروح على الكنيسه عشان يطلب منهم المساعده. وهنا بيكلموا الكاهن ميرين اللي كان في العراق من شويه، فبيروح على البيت بتاع كريس عشان يشوف بنتها. بيتكلم معاها في الاول عشان يعرف هي مسكونه ولا لا، وبيقابل جون عشان يساعده في الجلسه بتاعته. وهنا بيعرفوا ان الكيان هيفضل يشتتهم في اكتر من حاجه، وان هم لازم يفضلوا مركزين في الطقوس لحد لما يطردوا الروح بتاعتها. وبيدخل للاوضه بيرش عليها ماء مقدس المره دي، وبيقول كلام كتير جدا مش مفهوم، فبتفضل لارا تصرخ منه. هنا الكيان بيحاول يقلد صوت ام جون، وده عشان يخرجه عن تركيزه، لكنه بيتجاهل الصوت وبيكمل الجلسه. وبعد شويه بيشوفوا السرير بيطير في الجو قدامهم، وجون بيكون مرعوب جدا من المنظر. بتبدا تحصل معاهم حاجات غريبه في الاوضه، وبتكون قربت تتكسر عليهم، لحد لما بتفك لارا نفسها من على السرير. وبيكمل ميرين الطقوس بتاعته، لحد لما بيظهر قدامه التمثال اللي شافه في العراق. بعدها الاوضه بتهدى خالص، فبيخرجوا منها. هنا جون بيرجع تاني عشان يطمن على لارا، لكنه بيشوف امه هي اللي قاعده على السرير، فبيحاول يقيس النبضات بتاعتها لانه خايف عليها. وميرين بيعرفه ان هما لو كملوا الطقوس ممكن تكون حياه لارا في خطر جدا، وبيكون الكيان بيفضل يستفز في جون، وبيعرف ان هو السبب في موت امه. في الاخر بينزلوا على الصاله عشان يتكلم مع كريس، لحد لما بيسمع صوت الكيان في الاوضه عمال يصرخ. ولما بيروح هناك عشان يطمن عليه، بيشوف ميرين ميت في الاوضه، ولارا بتفضل تضحك عليهم. فبيقرر جون ان هو يخلص على الكيان، وبيطلب من الروح ان هي تسيب البنت الغلبانه وتدخل جواه عشان تخلص من اللعنه. واول لما بيحصل كده بيتحول هنا شكله لشخص مرعب جدا، وبيحاول ان هو يقتل لارا عشان يخلص منها، لكنه بيتحكم في نفسه وبينط من الشباك عشان يقع على السلم. بعد شويه بنعرف ان هو مات بنفس الطريقه اللي مات بيها مايكل، والمحقق بيعرف ان لارا كانت مسكونه فعلا بالروح الشريره. وبعد كام يوم بترجع تاني كل حاجة طبيعي، ولارا بتكون احسن من الاول بكتير، وبيخلص الفيلم لحد هنا. حابب اعرفكم ان القصة دي حقيقية وحصلت فعلا، فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. ولو عندك اي اقتراح لفيلم رعب قوي جدا اكتبهولنا تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.